أهلا بكم. نتحدث أكثر عن إمكانيات الدول العربية من الهيدروجين الأخضر التي تؤهلها إلى تحقيق مستوى متقدم في التحول نحو الطاقة النظيفة. للنقاش والتحليل ينضم إلينا من الرباط رشيد الساري الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. وبداية، كيف ترى اتجاه الدول العربية بشكل عام في هذا التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد تنفيذ أكثر من 73 مشروعا؟ إذا سمحت لي أستاذة دينا، يجب يعني أن نفذ مجموعة من المعطيات جد مهمة. عندما نتحدث اليوم عن هيدروجين أخضر، فهو نسبة مساهمته على المستوى العالمي في الطاقة يعني تشكل 12%. هذا رقم جد مهم. ثانيا، يجب التأكيد بأنه هناك اتجاه كبير وكبير جدا اليوم، ليس فحسب للدول العربية ولكن على المستوى العالمي، الاتجاه أصبح نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بشكل كبير. اليوم يعني مجموعة من العوامل تساعد على الإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل الدول العربية. لماذا؟ لأنه أولا هناك تقنيات جديدة أصبح يعتمد عليها من خلال تحليل مياه البحر، ونعلم أنه مجموعة من الدول العربية، عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية، عندما نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة وكذلك مصر، هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى المغرب اليوم يعني الدول الأولى من حيث الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر. إذا اليوم أصبحت هذه التقنية يعني تحلية مياه البحر يمكن أن تنتج لنا يعني الهيدروجين الأخضر، وكذلك كما جاء في تقريركم أنه حتى الأمونياك الصديق للبيئة أصبح ينتج من خلال يعني تحلية مياه البحر. أظن اليوم هذه العملية أو هذه الدينامية التي نعيشها اليوم هي ضرورية وأصبحت حتمية، لأنه مجموعة من الإقراءات على المستوى العالمي أصبحت اليوم متواجدة. اليوم نتحدث عن نسبة انبعاثات الغاز التي أصبحت تعرق مجموعة من الدول. لاحظنا أنه كيف اليوم يعني فقط يعني وسائل النقل التي تعتمد على 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 الطاقات الأحفورية أنها تشكل يعني نسبة الاحتباس الحراري الناتجة عن هذه الوسائل النقل تصل إلى أكثر من 26%. نسبة رفع الحرارة اليوم يعني لاحظ بأنه الحرارة على المستوى العالمي ارتفعت ب 0.6 نتيجة هذا المشكل. إذا اليوم يعني ما تقوم به هذه يعني مجموعة من الدول العربية أظن أنه يدخل في الإطار الطبيعي، خاصة إذا علمنا كذلك بأنه مجموعة من المقاولات أو الشركات الكبرى العملاقة يعني أرباحها التي يعني مجموعة من الأرباح التي حصلت عليها سنة 2022 عوض أنها تستثمرها في الطاقات الأحفورية أو في مجالات أخرى. لاحظنا بأنها تم استثمارها في مجالين، المجال الأول هو المجال الأسهم، ولكن المجال الثاني وهذا أكيد هو أنه في مجال الطاقات المتجددة. نعم. هذا التقرير أو هذه اللائحة هي لائحة غائبة أنه لا شك المشهد، وأتوقع شخصيا أنه تكون يعني هذه يعني مجموعة من الدول العربية، خاصة عندما نتحدث عن مصر وكذلك المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، ويعني المغرب يعني يأتي في مرتبة رابعة فيما بعد لأنه صحيح. أريد أن أؤكد على هذه النقطة، يعني المغرب يحتل المرتبة الرابعة بسبعة مشروعات، وربما تلي في المرتبة الجزائر بأربعة مشروعات وموريتانيا بثلاثة مشروعات. سنتحدث أكثر عن المغرب، لكن دعنا نشرك الآن في هذا الحديث الدكتور سامح نعمان استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، ينضم إلينا من القاهرة. دكتور مساء الخير. ومصر تتصدر قائمة الدول العربية في مشروعات الهيدروجين الأخضر وأيضا الأمونيا الخضراء، نحن نتحدث عن 23 مشروعا. كيف يشكل الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة النظيفة في مصر؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيف سيادتك. هو بالنسبة للتقرير بتاع أوبك
بيقول ان احنا في الوطن العربي في 73 مشروع للهيدروجين، منهم 23 موجودين داخل مصر، اي يعني بنسبه تقريبا 32% من اجمالي المشاريع. احنا عندنا منهم 18 مشروع للهيدروجين الاخضر وثلاثه للهيدروجين الازرق ومشروعين لمحطه تموين السفن. بالنسبه لاي مشروع للهيدروجين الاخضر لازم تكون المقومات الرئيسيه الاساسيه بتاعته موجوده في اي دوله علشان يكون البنية الأساسية موجودة عشان يتم المشروع. ففي على مستوى الدول العربية بالكامل البنية الأساسية المتوفرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر هي متوفرة في مصر ومتوفرة بكفاءة، بمعنى أن العنصرين الرئيسيين يا إما طاقة متجددة وبجانبها المية المحلة. جمهورية مصر العربية تمتاز بأنها عندها ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط، دول 1300 كيلو متر مية سواحل، فنقدر نعمل منهم تحلية المية. ده بالإضافة أن جمهورية مصر العربية الأولى على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو في طاقة الرياح أو في الكهرومائية. يعني لو أخذنا مثال بسيط، هي طبعا الدولة الوحيدة على الوطن العربي والشرق الأوسط اللي تتوفر فيها الطاقة المتجددة وبكفاءة وبخبرة من 2014، ولا تعتمد عليها الدولة في إنتاج الكهرباء أو تدخل في الشبكة بتاعت الكهرباء كاعتماد رئيسي. إنما كل الدول العربية أو الموجودة في الشرق الأوسط اللي بتنتج الطاقة المتجددة فهي بتعتمد على أنها تدخل داخل الشبكة. يعني حضرتك لو بصينا للمغرب هنلاقي أن المغرب بيعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة 84% من إنتاج الكهرباء عنده. من الطاقة المتجددة بيعتمد اعتماد رئيسي على 19.6% من الكهرباء بتدخل على الشبكة، اللي هي بتبقى 19.6% كهرومائية، اللي منها 7.3% كهرومائية و 8.1% رياح و 4.2% طاقات أخرى. ولما بنقول أي دولة بتنتج طاقة متجددة وبيدي نسبة، المفروض ما يديش نسبة، يدي كمية إنتاج قد إيه. لأن لو في دولة بتعتمد أو الإنتاج بتاعها كله 5 جيجا، لما يجي يطلع 1 جيجا بيبقى 20%. احنا بننتج يعني احنا داخلين في الشبكه ب 8 جيجا، ف 8 جيجا دي بتغطي اي دوله تانية، فالمفروض يقول انا بنتج قد ايه. انما طيب هذه نقطه مهمه جدا، هذه نقطه مهمه جدا دكتور سامح. اذا اعدنا ترتيب هذه القائمه بناء على حجم الانتاج، من سيتصدر هذه القائمه من حيث الانتاج وليس عدد المشروعات؟ من حيث الانتاج هيبقى برضو جمهورية مصر العربية وتتصدر بقائمة كبيرة جدا بالنسبة لباقي الدول. حضرتك عمان شغالة كويس قوي وعندها 11 منتج، منهم 8 طاقة هيدروجين أخضر. الإمارات متنوعة لأن بتعمل الهيدروجين الأخضر وعندها الأزرق وعندها محطة إعادة تعبئة السيارات بالهيدروجين هي والسعودية، وعندها محطة تموين الطيارات دي برضو متوفر عندها. السعودية متوفر عندها، المغرب عندها مشروع السبع مشاريع اللي هي بتعملهم، بس الطاقة المتجددة اللي متوفرة في المغرب لا تكفي الإنتاج، ولذلك اللي بيعمل المشروع بتاعه بيعتمد أنه يولد الطاقة المتجددة علشان ينفذ المشروع، بخلاف عندنا في مصر اللي هيجي يشتغل هيلاقي الطاقة المتجددة متوفرة. يعني هدي لحضرتك أبسط مثال، إحنا عندنا الطاقة الكهرومائية اللي بتطلع من جبل عتاقة بتديني 2.4 جيجا وات ساعة، لو احنا على 8 محاور، كل محور بيديني على 8 قنوات، كل قناة فيها 300 ميجا. لو احنا اشتغلنا بقناة واحدة اللي هي بتديني 300 ميجا، اقدر انتج ما يقرب من لا يقل عن 8000 طن هيدروجين اخضر في الساعة. فاحنا اذا الطاقه الكهربائيه الجاهزه لانتاج الطاقه الهيدروجين الاخضر موجوده. انا اعطيت لحضرتك مثال، انا لو رحت لطاقه الرياح ولا للطاقه الشمسيه، انا بقول لحضرتك حاجه متوفره في جبل عتاقة، نعم، وخدت منها شانل واحده هتديني 8000 طن هيدروجين اخضر في الساعه. اي دوله تانية من الدول بتحتاج تعمل محطات علشان تبتدي وتنتج. ده بخلاف ان محور قناه السويس مجهز البنيه الاساسيه لانتاج الهيدروجين، في منطقة خاصة بإنتاج الهيدروجين، نعم. والمنطقة اللي موجودة دي فيها خط ربط مباشر أرضي ما بين المصانع وقلب الميناء من العين السخنة لنقل الهيدروجين المنتج إلى مناطق التخزين اللي موجودة في العين السخنة، كمان بالإضافة إن لها رصيف خاص
لتصدير الهيدروجين الأخضر. أدي حاجة. الحاجة الثانية المميزات اللي أعطاها رئيس الوزراء ووقع عليها من حوالي 3 أسابيع. المميزات دي بتدي إن اللي بيقدم الضريبة الأوراق الضريبية بتاعته والدخل بيرجعوا له منها ما يقرب من 33% إلى 55%، وبترجع لصاحب المشروع وما بيتاخدش عليها ضرائب، وكمان كل المعدات بتدخل فريم على الضرائب. أريد هنا أن ننتقل للأستاذ رشيد، بما أننا يعني تحدثنا بإسهاب عن المغرب، وطبعا ما يلفت الانتباه إلى جانب عدد المشروعات المنتجة للهيدروجين الأخضر في المغرب، الجذب للاستثمارات الأجنبية. يعني نجد أنه شركات من الولايات المتحدة، من ألمانيا، من دول عديدة تستثمر في المغرب في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. ماذا عن التسهيلات المقدمة في المغرب لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية؟ إذا سمحت لي أستاذة دينا، يجب الإشارة إلى يعني نقطة يعني مهمة كذلك، وأنه اليوم يعني الأسواق يعني الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، نتحدث يعني في رأس القائمة، نتحدث عن 3 دول، نتحدث بالدرجة الأولى عن مصر، يعني لها الريادة الكاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأنا أتفق مع الأستاذ. هناك كذلك الإمارات والمغرب، يعني أنه ممكن في سنة 2030 أن يصل حجم إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أكثر من 3 ملايين طن. هذا رقم مهم ومهم جدا. مسألة أخرى، تحدثت عن استثمارات، هناك يعني بعض التقارير مؤخرا يعني تم إصدارها من أحد يعني من أحد مكاتب الدراسات، اليوم المغرب يعتبر إلى جانب كل من اليونان واليابان من الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. هذا لم يتأتى من فراغ، ولكن هناك مجموعة من التسهيلات، هناك تسهيلات ضريبية، هناك كذلك تسهيلات في مجال يعني هناك إعفاءات، ليس فقط تسهيلات، ولكن هناك إعفاءات تمتد لأكثر من 5 سنوات. كذلك هناك دعم للاستثمارات، لأنه اليوم الاستثمارات الضخمة يتم يتم دعمها من طرف الدولة المغربية اليوم من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، إضافة إلى معطى آخر، وأنه يعني مجال يعني أو العقارات أو الأراضي التي سوف يتم فيها الإنتاج يعني تعطى بأثمان يعني جد معقولة جدا، أن هناك يعني أسعار تفضيلية من أجل اقتناء الأراضي. هذا اليوم ما تقدمه يعني الدولة المغربية. إضافة إلى هذا، يجب أن نشير بأن هناك دعم لوجستيكي، هذا مهم، إضافة إلى المواكبة، أو هناك يعني مكتب الوطني للهيدروكربونات الذي يسعر بشكل كبير على تتبع هذه العمليات. لا ننسى، وهذا يجب الإشارة إليه كذلك، بأنه اليوم المكتب الشريف للفوسفات استثمر أكثر من 140 مليار درهم، يعني تحدثوا تقريبا عن 14 مليار دولار، يعني تم استثمارها اليوم في المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة، المتعلقة بإنتاج الأمونياك الأخضر، والمتعلقة كذلك بإنتاج الهيدروجين الأخضر. هناك دينامية، ويعني من بين يعني المزايا، وأنه سوف يتم تشغيل يعني مجموعة من المقاولات المغربية، سوف تصل إلى تقريبا نتحدث عن 650 مقاولة مغربية. فعلا اليوم هناك يعني دينامية في هذا المجال. لماذا؟ لأنه يجب الإشارة إلى معطى كذلك يعني لن أقول مهم ولكن مقلق بالنسبة للمغرب، وأننا يعني ما نستورده من مجموع الطاقة يعني يصل اليوم إلى أكثر من 90% من الغاز وكذلك من البترول. ما ننتجه اليوم يعني من خلال يعني الطاقة الشمسية اليوم من الكهرباء، وصلنا إلى نسبة استقلالية وصلت يعني تحدث قريبا عن 41%. يعني هناك يعني مخطط لأن نصل سنة
و30 الى تقريبا 52% على ان نصل الى يعني مد الكهرباء من خلال الطاقات المتجدده في افق 2050 الى تقريبا 80%. طيب طبعا يجب أن نشير إلى أن المغرب تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذن كل هذه الاستثمارات في المشروعات المرتبطة بالطاقة الجديدة ربما تسهم في تحقيق هذا الهدف. أنتقل مرة أخرى للدكتور سامح نعمان من القاهرة، يعني إذا تحدثنا عن خريطة مصر من حيث مشروعات الهيدروجين الأخضر، ما أفضل الأماكن برأيك التي يمكن أن تقام عليها مثل هذه المشروعات؟ حضرتك لما بنتكلم على الأماكن اللي بتظهر اللي جاهزة للمشاريع طاقة الهيدروجين الأخضر هي محور قناة السويس. محور قناة السويس حضرتك هو أي مستثمر هيجي مباشرة هيلاقي الأماكن المية المحلاة موجودة، هيلاقي الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها سواء بقى من الشمسية أو من الرياح من الكهرومائية متوفرة، لمجرد أنه هو بيبني أو بيجيب الجهاز الإلكترولايزر اللي بيعمل تحليل للمياه وياخد على الهيدروجين ده يحطه يشتغل على طول، يعني يعتبر ترنكي بخلاف أي دولة عربية أو أي دولة في منطقة الشرق الأوسط بتقعد لها على الأقل سنتين ثلاثة عبل ما تبني محطات الطاقة المتجددة اللي بتغذي أماكن إنتاج الهيدروجين الأخضر. فإحنا عندنا متوفر بنية أساسية وبياخد الأرض عليها الإنفراستراكشر جاهز، يعني بياخد الارض فيها فيها كل المقومات للانتاج او الشغل، ادي واحد بيلاقي الكهرباء من الطاقه المتجدده متوفره ومتوفره بكثافه، يعني لو عايز يعمل مشروع 2 3 انا قلت لحضرتك مثال صغير لو خدنا قناه واحده بتديني 8000 طن في الساعه، طبعا ده كميه كبيره جدا، ده بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بخلاف العشرة جيجا اللي بتتعمل من طاقة الرياح اللي تصدى عليها من 4-5 أيام، غير الخمسة جيجا اللي بتاع شركة سكاتك من طاقة الرياح اللي موجودة، غير 750 ميجا طاقة شمسية موجودة. فإذا الطاقة الشمسية عندنا متوفرة وبتوفر كبير جدا. ثانيا الحاجة الأهم والأخطر بالنسبة لجميع الدول اللي بتنتج الطاقة الكهربائية، ما هو مصدر الطاقة اللي أنا بنتج منه كهرباء؟ هل أنا بستورده ولا متوفر عندي؟ الحمد لله جميع محطات الطاقة الكهربائية المختلفة الأنواع سواء بقى غاز أو بالسولار، والسولار دي نسبتها 2.5% طاقة متجددة، كل ده متوفر موجود في مصر. فأنا ما بعتمدش على أي دولة تانية أن أنا أستورد منها الأساسيات لإنتاج الطاقة الكهربائية بخلاف جميع الدول الأخرى عدا السعودية والإمارات أو الدول المنتجة للنفط أو الغاز. فإذا أنا متوفر عندي مقومات إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية وإنتاج الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، متوفر عندي الإنفراستراكشر، متوفر عندي المينا اللي جاهز اللي يصدر، متوفر عندي المينا اللي يستقبل جميع المعدات في نفس المكان، عندي كمان المميزات اللي زي ما قلنا حضرتك أن كل المعدات اللي بتيجي لهذا المشروع ما عليهاش أي ضرائب، وكمان لما بيصدر الهيدروجين من نفس المنطقة ما عليهوش أي ضرائب للدولة، فبالتالي في كل المقومات اللي تخلي أي مشروع للهيدروجين الأخضر موجود. ولذلك في 2020 وقبل مؤتمر كوب 27 تم أكثر من 22 مذكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل جمهورية مصر العربية، بدأ التنفيذ منها من كوب 27، وفي كوب 27 تم التوقيع على 15 جيجا طاقة رياح، 10 للإمارات و5 لسكاتك لشركة سكاتك النرويجية اللي هتنقل منهم الكهرباء إلى أوروبا عن طريق الكابل البحري اللي هيطلع من شرق بورسعيد. فإذا ده معناها أن المقاومات كلها جاهزة، واللي عايز يعمل مشروع هيدروجين أخضر بيجي مباشرة يشتغل، ما بيدورش على إنفراستراكشر ولا بيعمل محطات تحلية مية ولا بيعمل محطات كهرباء إلا إذا كان هو عايز يعمل حاجة خاصة بنفسه، إنما الحاجات دي كلها متوفرة داخل جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا الدكتور سامح نعمان استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، شرفنا من القاهرة، وشرفنا أيضا من الرباط الأستاذ رشيد الساري الخبير الاقتصادي. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام في القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، نواصل ملفاتنا ولكن بعد فاصل قصير.